جمعويون يدعو إلى تلقيح المتشردين والذين لا يمتلكون مأوى. طلب عبد الصمد الدكري عضو جمعية حماية وتوجيه المستهلك بضرورة تمكين فئة المتشردين في المغرب والأشخاص بدون مأوى بمن فيهم الأطفال من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحكم تنقلهم من مكان إلى آخر دون التقيد بأي إجراءات وقائية أو صحية، مشددا على أن تطعيم هذه الفئة يكتسي طابعا إنسانيا. واعتبر الدكري في تصريح لمصادرنا هذه الخطوة جزءا لا يتجزأ من الحملة الوطنية للتلقيح التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس وتكريسا لمبدأ المواطنة والمساواة بين أفراد المجتمع المغربي. وأضاف الفاعل الجمعوي والحقوقي ذاته أنه يوجد في المغرب أزيد من 4000 متشرد، 2500 طفل يجوبون شوارع المملكة وفق أرقام رسمية لسنة 2018، مقدرا عدد الأطفال الشارع بحوالي 53 ألف طفل.